شاركت في برنامج صوت الشباب العربي من حوالي سنتين. كنت انا المسؤول عن البرنامج في الجمعية المصرية. ابتديت ان انا اعمل زي تدريبات للطلبة، لان احنا الشغل بتاع الجمعية بيشتغل دايما مع الطلبة، طلبة ثانوي او طلبة جامعة. حسيت الموضوع في البداية تقيل، يعني موضوع المناظرات حاجة مش يعني مش 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 منتشرة عندنا غير مثلا بين الناس الكبار. لقيت ان الموضوع بصراحة مختلف نهائي، يعني لقيت ان احنا ممكن ندير الحوار او ندير الاختلاف ما بيننا وبين اي حد تاني في اطار من الحب والتسامح، وفي نفس الوقت نعرف وجهة نظرنا هل هي صح او غلط، ما يبقاش في حد محتكر وجهة نظر واحدة، اسمع الرأي والرأي الاخر. بصراحة حبيت الفكرة جدا وبقيت اشتغل فيها وانا متحمس. خدت تدريب تبع صوت الشباب العربي في الأردن السنة اللي فاتت وفي المغرب، وخدت مؤخرا تدريب في تونس في شهر 3. بصراحة استفدت بشكل كبير جدا، واتمنى ان شباب كتير قوي يشارك في برنامج صوت الشباب العربي، سواء بحضور مناظرات في ساقية الصاوي او في المركز الثقافي، يبتدي يخش على الفيسبوك، يخش على الويب سايت، اكيد في هيلاقي حاجات كتيرة مختلفة هتفيده وهتخليه بعد كده يقدر ان هو يشارك في اي حوار او اي مناظره مع اي حد بكل احترام وبكل ود، وما بقاش فيه اي عنف من اللي بيحصل واللي احنا شايفينه منتشر الحقيقه في الفتره الاخيره ما بين الشعب المصري. واتمنى ان ما يبقاش فيه اي عنف، وشكرا.